بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه قول فيها الفرامل يعني ناقص شوية، يعني نص فرامل، يعني مش فرامل كاملة. كيفاش نفرقوا الفرامل فيها مشكل من الخلف ولا من الأمام؟ باش نوريكم يعني طريقة باش تنجموا تفرقوا ما بيناتهم. عندنا هنا هذه البيدال نتاع الفرامل، يعني اليد نتاع الفرامل، يعني اللي هي البيدال هذه نتاع الفرامل هي اللي باش نعرفوا منها العملية منين. تو شفتوها هنا وهي السيارة طافية ساكتة، الفرامل تبدأ كاسحة، يعني كل يعني نقولوا احنا كل حجرة كاسحة. مجرد ما انا منشغل السيارة، لأن مش ننزل، مجرد ما نشغل انا السيارة هي تطرى، شفتوها تطرى. انما عندنا نسبة فراغ كبيرة ما بين ال 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 يعني علو الفرامل فيه فراغ، علو الفرامل فيه فراغ. هذه باش نعرفوا شنو هو المشكل منين. كان عملنا هكا وما طلعش الفرامل، معناتها عندنا مشكل في بعض العجلات فيهم مشكل تعديل. العملية سهلة وبسيطة، ناخذ الأختلين وقت ننزل الفرامل لوطا، ننزل الفرامل هيك لوطا، شفتوها تنزل أكثر. كيف نجبد فرامل اليد تطلع أكثر، شفتوها كيف ننزل الفرامل البيدال تنزل أكثر من اللازم، شفتوها كيف نجبد فرامل اليد البيدال تطلع. معناتها أنت هو عنده تو مشكل تفريغ هواء من تالي، أو تعديل الفرامل من الفردوات من تالي، يعني مش من الفرامل من هنا. ما نعدلوش في الحالة هذه، ما نعدلوش الفرامل من اليد نتاع الفرامل، لا نعدلو الفرامل من العجلات الخلفية. وتو نوريكم كيفاش، ونعملو لها تفريغ هواء. شفتو كيفاش طلعت توا لك الحجرة، على خاطر توا هي عملنا تعديل فرامل بالفرامل اليد، عملنا ريكلاج فرامل بالفرامل، تغلي يطلع الفرامل فوق. كي ننزل الفرامل تنزل هي على الأخر، شفتوها تنزل على الأخر. مجرد ما نطلع نجبد الفرامل اليد تولي هي تطلع لفوق، ما عادش عندها حتى مشكل. معناتها العملية موجودة في الفرامل الخلفية، كانوا بداو يتعبوا أو فيهم مشكل أو يعزمهم تعديل. هذه بالنسبة للفرامل، إن شاء الله تفيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.